اليوم غنقدم لكم واحد الرقاص مغربي رائع في المذاق وفي الشكل، تيجي زوين وتيحمر الوجه في المناسبات، ولا الا كان عندنا شي عرضه بالعشيه فهو من دوازات اتاي. اذا اخواتي بالنسبه للمقادير عندنا ثلاثه البيضات، هذيك البيضه غادي نحتاجو لها للتزيين، عندنا كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت، 50 غرام ديال الزنجلان، 50 غرام ديال الكاوكاو. يلاه خليكم اللي عنده وليدات صغار اذا الكاوكاو يحاول يهرب شو شويه لحقاش يقدر يوحل لهم في حليقهم. 50 غرام ديال الزبيب، نص كاس صغير ديال ما زهر، خمارة ديال الكاطو، ساشيه ديال الفاني، قبيصه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال النافع حبوب، ومعلقه ديال النافع مدقوق، معلقه السمن، والدقيق الابيض الخاص بالحلويات ما يعادل 500 غرام، ولا الا كان البيض كبير راكم تتعرفوا كنحتاجوا الكميه اكثر. غير بالنسبه لهذه الكميه اللي عطيتكم راها خاصه بنص كيلو، اللي بغى يدير الكيلو يضاعف الحجم، يعني يضاعف الكميه من كل هذه المقادير اللي عطيتكم الان. وهذا نص كيلو ديال الطحين راه كيعطينا حوالي 750 غرام ديال في العبار، يعني الا بغيتو تعبروها غادي تعطيكم اكثر من نص كيلو. اذا تبعوا معايا الطريقه نتاع التحضير. هنا في القصريه ديالنا كنوضعوا البيض وباقي العناصر باستثناء الزبيب والجنجلان وكاوكاو. اذا فاش غادي نمزجوا هاد العناصر كاملين عاد غادي نضيفوا الزنجلان والزبيب وكاوكاو. اذا على بركه الله بعد ما خلطنا العناصر ديالنا السائله غادي نضيفوا الجنجلان والزبيب وكاوكاو وغادي نستمروا في المزج ديالها. هذا هو الشكل ديال الخليط ديالنا، ما نقولكمش على الريحه ديالو، ديك ريحه ما زهر وداك السمنه تجي غزاله. دابا غادي نبداو نضيفوا الدقيق غير بشويه بشويه ونخلطوا. حتى نحصلوا على خليط متماسك ما يكونش قاصح وما يكونش جاري، وغادي نوريكم المرحله او الخطوه الجايه. اذا هذا هو شكل العجين ديالنا بعد ما جبناه. اذا تلاحظوا بانها ما كتلتصقش في اليد، كناخذوا واحد القطعه منها وكنشكلوا منها حريبلات بهذه الطريقه، ما يكونوش غلاط وما يكونوش رقاق، وفي نفس الوقت كنكونوا حضرنا اللاطه ديالنا اللي دهناها بشويه نتاع الزيت باش ما كتلصقناش العجين. كنوضعوها في هذه الطريقه وكنستمروا غير فاش كنحطوهم شويه متباعدين، من بعد كندهنوهم بشويه ديال البيض وكندخلوهم للفران. هادو هما الحليبلات ديالنا بعد ما شكلناهم. فكما كتلاحظوا ديك الكميه ديال الطحين وديك المقادير اللي عطاتكم عطاتني 4 ديال الحليبلات، هما متوسطين الحجم. تندهنوهم بصفار البيض، انا ما كنفضلش نزيد لها نسكافيه، اللي كتعجبو يزيدها ويحاول يشكل منها زويويقات بالشوكه. كندخلوها للفران اللي كنكونوا سخنا ديجا على 180 درجه، ولكن اللي عندها الفران ديال الغاز ما ديرهمش من التحت، ديرهم من الفوق حتى تيتنفخوا شويه وكيطيبوا من التحت. عاد كنهبطوهم، ملي كنهبطوهم راه ما كنحتاجوش نطيبوهم، غير شي شويه كيجمعوا راسهم لحقاش غادي نعاودو نطيبوه مره ثانيه. اذا كنحشيوه في الفران لمده 20 دقيقه، كنديروه الفوق على نار متوسطه، ومن بعد كنهبطوه لتحت شويه يلاه كيجمع راسو وكنخرج. اذا الفقاس ديالنا بعد ما كتمر 20 دقيقه كنخرجوه من الفران وكنحاولوا نخليوه فداك اللاطه اللي جبدناه، كنغطيوه وكنحاولوا نخليوه ليله كامله. الا كنا مزروبين عليه كنديروا داك الزويف هذا اللي غطيناه تنفزقو وكنديروا عليه واحد الغشاء اخر من البلاستيك، ومن بعد عاد كنقطعوه حتى تيبرد. اذا اخواتي بعد ما خلينا الفقاس ديالنا ليله كامله هو تيرتاح، فنقطعوه بهذه الطريقه الطوليه وكندخلوه الفران باش نكملوا له التحمار والطياب ديالو. اذا هذه هي الكميه اللي حصلت عليها. اذا الفقاس ديالنا هو صار جاهز، حمرناه في الفران من الجهتين وكنرافقوه مع كويس نتاع اتاي بالصحه والعافيه، فهو من دوازه اتاي حتى هو.